جزاكم الله خيرا. هل خال الوالدين وعم الوالدين من المحارم أم لا؟ جزاكم الله عنا خيرا. لا، عم الوالدين عم لأولادهم، وخال الوالدين خال لأولادهم. ما شاء الله. فيكون محرما للبنت، ومحرما يعني يكون محرما لبنت أخيه أو بنت ابن أخيه مهما نزلت، أو بنت أخيه، لأنه عم لها. وكذلك يكون محرما لبنت أخته وبنت بنتها وبنت ابنها مهما نزل، لأنه خال لهما. فخال الأم خال لأولادها مهما نزلوا، وعم الأم عم لأولادها مهما نزلوا، وعم الأب كذلك عم لأولاده مهما نزلوا.